حاليا بنتي انا كبرت الطاولة كتبكويا وش قتلوا لي وخلوني انا ما مرتاحش نهائيا. يشوفوا لي كيفاش بنتي ماتت وكيفاش قتلها لي. انا بنتي ما تنطحش، ما خصص لها حتى شي حاجه، ما خصص لبنتي والو. كنقول عندي بنت وولد انا خدامه عليهم، كنقول ما تخصص لي حتى شي حاجه بنتي. انا بغيت نعرف كيفاش بنتي ماتت. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. كنتواجدوا في منطقه بورغون بالدار البيضاء، تلقي اتصال من عند الاخت نعيمه. الاخت نعيمه عدد كبير من المغاربه تبعوا القصه ديالها. نعيمه تزوجات حوالي 21 سنة، عطاها ربي جوج ديال الوليدات، عندها وليد 19 سنة وعندها بنية 15 سنة. في لحظة من اللحظات أو حوالي شهور قليلة فقدت الإبنة ديالها. سبب ومسببات الواقعة شيئا ما تميل الغرابة في الموضوع. مشاهدينا الكرام، شيماء عندها 15 سنة، الوثائق فيها انتحار والأم والإحساس الأم له رأي آخر. كيفاش تبعوا معايا؟ نعيمة، إلا كان ممكن تعودي لي على القصة ديالك أنت والزوج ديالك ووليداتك، وكيفاش هاد الصاعقة. قبل من هاد الشيء كله تنقول لك الله يرزقك الصبر أنك فقدتي بنتك 15 سنة. شيماء، عاودي لي من الأول. يا ربي آمين. السلام عليكم. أنا مزوجة، عندي جوج وليدات، وليد عنده 19 عام وبنية عندها 15 عام و8 شهور. فقدت البنية ديالي الله يرحمها جدد على رحمة. أنا هي ساكنة في بورغون مهدي بن بركة، إقامة لامية جوج. راجلي عساس سمايا وداك الشيء، يعني كنت عايشة أنا وليداتي بخير وعلى خير، ما كاين حتى شي مشكل معايا. أنا بنتي مي طلعت، أنا بنتي مي كنقلب عليها لقيتها ما كايناش. طلعت عند واحد الجاره سولتها، قالوا لي راه كاينه عندها. مي طلعت قالت لي راه كانت ومشات. قالت لي راه بغيت نعاود ليك شي حاجه على بنتك وولدي. قلت لها انا ما مسالياش، قلت لها دابا، قلت لها خليها حتى الصباح وعاودي ليا. قلت لها انا، قلت لها زربانه، قلت لها غادي للخدمه داخله مع الستة. قالت لي ايوا قصي نعاودك، وكنشوف فيها ماشي هي ديك السيده معصبه وداك الشيء. قلت لها وانا حتى الصباح وعاودي ليا. انا قلت لها غادي نمشي نشوف بنتي فين هي هو الاول. طلع لي كنطلع للسطح تلقى بنتي، تلقى بنتي ميتة، كنلقاها مقجوجة مقنبة من هنايا، غير من هنا، غير محطوطة، غير محطوطة قنبة، ما قنبة يعني ماشي سريفة ولا شي حاجة، غير مطوية على جوج. هذيك القنبة ديال العيد كانت في شرجة موزوعة وديروها في الحديدة ديال البارابول، ومعلقة بها بنتي غير من هنايا. أنا ملي كنغوت باش يعتقني شي واحد يجي يعاوني، ما كاينش حتى شي واحد. هزيت بنتي درت لها هكا، هزيتها، عندي لافوت، عندي بزاف لافوت مية بطة، كان عليا ما نقدرش كان عليا نخليها، ولكن راه كبدا ما قدرتش، والله ما قدرت بالله القسم باش كنلقى بنتي هكاك. هبطها كنقول لهم عافاكم عتقوني عتقوني، لقيت بنتي ماتت، لقيتها كرمات ديك الساعات، لقيتها ميتة، لقيت عندها هنا مسلوخ وانا مسلوخ. جابوا عيطوا لابيلانس، شكون فيهم اللي عيط لابيلانس؟ ما عرفش. لابيلانس الحمراء هي اللي جدت بنتي. مي صافي طلعوا هذوك، طلعوا ديال لابيلانس الحمراء ديال الاسعاف، مي طلعوا لقاوها ميته، ما بغاوش يهزوها، مي لقاوها ميته هودو هودو، ما عرفش شكون اللي ضغط عليهم في التحت حتى رجعوا طلعوا. ما عرفش شكون اللي بعد اللي عيط لهم، ما عرفتش، رجعوا ليها هزوا القرعه ديال الاكسجين ورجعوا يهزوها. قالوا لي راه باقا حيه. مشاو للصوفي قالوا راه دخلت عند الطبيبه، قالت لي الطبيبه غتخرجي غنقلبها. قلت لها لا ما غاديش نخرج، غنبقى هنا. قالت لي بنتك الله يرحمها ماتت هذيك الساعه، ما كاينش، وفي رابور معمرين معمرين 30 دقيقه باش ماتت عندهم بنتي. انا خرجتها وكاينين الشهود وكل شيء، خرجتها من الدار ميته، خرجت فيها ما كاينش عندها حس ديال الروح، وهنا مسلوخ ليها وهنا مسلوخ ليها. قالوا لي في لقيتها؟ قلت لهم لقيتها في السطح معلقه وداكشي. طلب عليا البوليس، لقيت البوليس سمايا في صوفي، قال لي قولي لي كيفك لقيتيها وداكشي. قالوا لي غادي تمشي معنا للدائره، بنتك منتحره هذيك الساعه. وفي الرحمه فاش دوها الرحمه، تصور واخا الواحد منتحر، الرحمه هو التشريح. التشريح دوها، مشات نهار سميتو، مشات نهار خميس في الليل ماتت مع 5:30، ونهار الجمعة تيقول هذا الله أكبر كيدفنوها. كيف منتحرة، كيف مقتولة، كيف كل شيء، خصها ما تدفنش،
قصدت بالحقيقة، ما يمكنش يجي يهزوا لي هكاك ويدفنوا لي هكاك. مشاهدينا الكرام، مجموعة من الأسئلة راه غادي نطرجوها معها، مازال لتنور رأيهم أكثر في الموضوع، ولكن الظرف هي صعبة. إذا كان ممكن، أنا عقلت معاك دابا فين وصلتي معايا. أنا غادي نسولك على هذيك الجارة اللي قالت لك عندي شي سر، اللي رجعتي عندها شنو بغات تقول لك؟ أنا مابقاش بتقول لي أمي ماتت بنتي، قالت لي دات سرها معاها، مابقى نقول لك حتى شي حاجة. قد قالت لي والو، قد ما تقول لي حتى شي حاجة، صافي هذاك النهار بالضبط هادشي هو اللي كاين. وهادشي ما قلتيهش للأمن؟ ما قلت لهم والو، ولكن من بعد مشيت وصرحت وكل شيء، وما خليت انت كل شيء هادشي درتو، كل شيء هادشي درتو، مشيت عند الامن ودرت شكايه للرباط وما خليت كل شيء. دابا غير النهار اللي جابوك البوليس انت لا غدي فاش غيديروا لك المحطه، هادشي ما قلتيش ليهم؟ ما قلتيش لهم واحد الجار؟ انا ما قلت. علاش ما قلتي؟ ما قلت شي حاجه، ما انا مصدومه، كنت سخفانه اصلا عندهم تما، وقالوا لي بقى يطلع 10 ديال الليل عندهم تما، وكنت كندير روبوز تخنقت وداك الشيء ومريضه، ويقولوا لي بقى هنا حتى تتنفسي شويه. وكانوا جاي نقول هنا، كان نيت معايا السيد هذا اللي كان معني بالامر وداك الشيء، اللي رجله وداك الشيء كان معانا وداك الشيء، ولكن انا ما كنت مفقوده، ما يعني ما كايناش. هما مي شافوني هكاك وشافوا بنتي هكاك، يقولوا لي حبسي بنتك راه ميته، تجي تيجي البوليس ويجي تشريح طبي ويجي داك الوقايه المدنيه ويجي داك الشيء كامل، ويقولوا لي حبسي. انت ملي كنتي عند البوليس ملي غديري اول محضر ياك، ما تفكرتيش انت هاد الجاره اللي قالت لك هاد السيد تقولي للامن؟ لا والو والو، كنت شقانه. من بعد ملي سولتها قالت لك ما كاين والو، قالت لك السر مشى معاها. قالت لي هي، قالت لك ولدك وبنتك ياك؟ ولدك ولدها وبنتي. ولدها هي؟ قالت لي ولدها هي وبنتي انا، ولكن من رات عندها قلت لها قولي لي، قالت لي سر داتو معاها ما نقول لك حتى شي حاجه. قد يسر ردات وما عمل نقول لك حتى شي حاجه، شوف النهله زوينه هذا مشات. هذاك التشريح اختي الله يسر، انا حاس بك، ولكن الاسئله هي اللي كتفرض راسها. التشريح ملي داروا التشريح، الاسباب ديال الوفاه وديال البنت، لا واش البنت باقا بنت ولا كاين مشكل اخر؟ باقا بنت، باقا بنت، ما على عنف ما على اغتصاب ما على حتى شي حاجه، ولكن بنتي انا عندها مسلوخ هنايا ومسلوخ هنايا، علاش ما يقولوش هذاك الشيء؟ انا مسلوخ وانا مسلوخ، انا كلشي مسلوخ وانا مسلوخ ليها. مورا بقيت كندير في شكايات، مشيت درت شكايه في الرباط، درت شكايه لشي حموشي، ودرت كلشي الفرق ديال الوطنيه وكلشي، ما خليت كلشي، هادشي درتو كلشي، كلشي هادو درتهم. واللي مشيت ليه كيقول لي ما كاين والو، اللي مشيت ليه كيقول لي ما كاين والو. هاد الشكايات اللي درتي دابا تحالوا، ذكرتي فيهم هاد السيده اللي قلتي عندها السر؟ عيطوا ليها تصنتوا ليها مازال؟ والو والو، ما كاين حتى شي حاجه والو. مشيت للنيابه العامه في الرباط، وقالوا لي صافي كون يعني، راه قالوا لي انا دايره ثقه في الله سبحانه وتعالى وفيهم، ان شاء الله يا ربي يبين لي حق بنتي. انا كنطلب سي الحموشي وجلاله الملك يوقفوا معايا، انا بغيت حق ديال بنتي، هادشي اللي بغيت انايا. ما سولتيش ثاني في المدرسه على البنيه؟ سولت مع كل شيء، مع الدريات، مع كل شيء، الله يعمر هذا. ما كاينش بنتي ما عندها حتى شي مشكل مع شي واحد، الحمد لله، اللهم لك الحمد. لكن انا دابا بغيت غنعرف، بغيت غنعرف يا سيد ربي، بغيت غنعرف شكون اللي قتلها ليا، بغيت غنعرف. انا بغيت نخرج ندير لها تشريح، بغيت غنعرف باش نرتاح. انا يا ما مرتاحاش نهائيا، انا مرتاحه ليا بنتي، انا كبرت حتى ولات كتبكي وجا قتلوها ليا وخلوني، انا مرتاحاش نهائيا. والله خويا ما كنهضر دابا معاك، راني معصبه ما عارفاش، قسما بالله. الله يفرج عليك يا رب، الله يفرج عليك يا رب. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا، هذا هو الملف ديال نعيمه. الله يسمح لنا من الوالدين، عندها جوج ديال الابناء، عندها الولد عنده 19 سنه، وعندها الابنه تتمنى فيها خير 15 سنه. في لحظه من اللحظات فقدتها، اسباب ومسببات الواقعه لا زالت الابحاث الان بيد النيابه العامه. كما كتشوفوا معنا في هذه الوثيقه اللي امامي، انه النيابه العامه في الرباط جاوبت مع اخت نعيمه، وحالتها النيابه العامه لدى محكمه استئناف بالضالة البيضاء النداء للسيد الوكيل العام من اجل بحث دقيق في الموضوع لتبيان الحقيقه اكثر. واش شيماء انتحار ام امور اخرى؟ مشاهدينا الكرام، ام تتحصر، الله يسمح لنا من الوالدين، والقانون قادر انه يفك
لغز هذا الملف. مشاهدينا الكرام تفضلي. انا كنتمنى من تبارك وتعالى السي الحموشي وجلالات الملك يوقفوا معايا يجيبوا ليا كيفاش بنتي ماتت وكيفاش قتلها ليا. انا بنتي ما تنطحش، ما خصص لها حتى شي حاجه، ما خصص لبنتي والو. كنقول عندي بنت وولد انا خدامه عليهم، كنقول ما تخصص ليا حتى شي حاجه بنتي. انا بغيت نعرف كيفاش بنتي ماتت. هادشي هو اللي كنطلب. انا كنطلب بالامن الوطني وكنطلب جلاله الملك والسي الحموشي يوقفوا معايا يشوفوا ليا كيفاش بنتي ماتت وكيفاش كيقولوا ليا منطحره. انا بنتي متاكده ما منطحراش، انا متاكده بنتي ما منطحراش، بنتي مقتوله. كيش باش واحد غادي يمشي غينطحر وغيشد التليفون ديالو وغيطفي وخشي في وسط الحوايج وغتسد النظاظر ديالها وغتحطو معاك مقادين وتحط صندالتها كمقادو وغادي تمشي تعلق القنبه وغادي تمشي تنطحر ومعلقه القنبه غير من هنا. قنبه ما كاينش الريفه ولا شي حاجه، القنبه معلقه غير من هنا هكا محطوطه على الحيط ومعلقه صافي. انا زيد غير بحالك وخرجت لها راسها، يعني القنبه واسعه بحالك. في الموضوع باقي كيكون عندي سؤال جوهري وتا الراي العام غادي يطرح هذا السؤال. السر ديال ديك المراه اللي قالت لك اجي نقول لك سر من بعد الواقعه، راجلك علاش ما سولش ما قالاش الامتى هو؟ يعني هنا هذه النقطه اللي هي مهمه في الموضوع، هي في الجوهر. وانتم دوزتوها درتوها من بعد في الشكايات. من بعد درناها في الشكايات. علاش في الاول؟ مشينا شنا كنشوفوا ما لقينا حتى شي حاجه يعني. الله ما قلتيهاش راجلك في الاول؟ لا ما كناش كنا ما كاينينش يعني. يعني ديك الهضره كاع من بعد اللي استوعبناها، كيفاش بنتي ماتت وكيفاش جد ديالها بيلانس الحمراء. يعني البنت ما دياش لا بيلانس الحمراء، يعني خصها تبقى تما. ياك هما هما اللي عقلوا هذا يقولوا لي زكاي البنت راه ميتة خصها تبقى تجي لا بيلانس ويجي الشرطة العلمية ويصوروا وياخذوا البصمات وداكشي. ما كاينش هادشي. البنت هزوها ليا الوقاية المدنية هذيك الساعات وداوها من هذيك الساعات في الليل داوها للرحمة. واخا تكون منتحره ولا تكون مقتوله يعني خصها تبقى. لا ولكن هما عندهم تفسير اخر، اذا كانت البنت لقاو بانه عندها شيئا ما باقي التنفس عندها ممكن تعتق. لا لا ما كايناش والو. لا عندي الشهود ان ماشي انا اللي نقول، انا خدامه في كنينك وكنعرف الناس الا ميتين وداك الشيء. بنتي خرجنا ميته وكاينين الشهود اللي خرجنا ميته، يعني شافوها كلهم ميت. بنتي خرجت ميته من الدار. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما قلت في السابق، النيابه العامه لها دور كبير للبحث بدقة في هذا الملف والإحالة المصلحة المختصة لاتخاذ المتعين أكثر. الأم الله يسمح لنا من الوالدين تقول بأنه البنت ديالها ماشي انتحار، ولكن لنا من الإمكانيات العلمية والتقنية والبحث ديال الضابطة القضائية لفك لغز هذا الملف. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص قصة شيماء 15 سنة، الوثائق فيها انتحار والأم لها رأي آخر. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن. شكرا لكم.